السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا مع المحاضرة الرابعة لهذه الدورة المباركة، وسنتحدث في هذه المحاضرة عن نصف القاعدة الأولى. تحدثنا عن النصف الأول من القاعدة، وسنتحدث الآن عن النصف الثاني. تحدثنا عن صيغة فعل، وقلنا إن فعل بالنبر على حركة الفاء نجدها في موضعين. من تذكرنا بالموضعين في كلمتين؟ يعني تختصر بسرعة. ممتازة أم مروان، أحسنت. إذن إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة. إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة. طيب، إذا هذه مواضع فاعل، فأين نجد فاعل بالنبر على حركة العين؟ إذا أخذنا بمهارة الضد، سنجد أي موضع آخر لتوالي حركتين فسكون أو حركتين فساكنين هو لفعل، كما قال الإمام الشاطبي: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح الذكاء لتفضله. يعني نحن مثلا قلنا إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة، لم نقل إذا كانت أول الكلمة. إذن إذا كانت أول الكلمة فهي فعل، لم نقل إذا كانت وسط الكلمة. إذن إذا كانت وسط الكلمة فهي أيضا بفعل. كذلك لم نقل إذا توالى ساكنان. إذن إذا وجدنا ساكنين متواليين بعد حركتين فهي أيضا لفعل. كذلك لم نقل إذا اشترك حرف معنى في تكوين الصيغة. إذا وجدنا حرفا خارجا عن بنية الكلمة، حرف معنى اشترك في تكوين التتابع، إذن هي الصيغة الأخرى وهي صيغة فعل. أنا أردت أن ألخص ما سأقول، لكن سنفصل القول الآن لنتعرف مواضع فعل بالنبر على حركة العين. أول موضع لها إذا كانت أول الكلمة، يعني معنى ذلك أن هناك تتابع بعد وجود الحركتين فسكون. يعني هناك حركتان فسكون، ثم هناك حركات وسكنات مهما زادت أو نقصت. طيب، نضرب بعض الأمثلة لذلك. يعني مثلا عندما نقول فكذبوا، فكذ فعل لأنها أول الكلمة وليست فكذ، ولا ننظر في هذه الحالة هل هذا الحرف من حروف المعنى أم أنه من بنية الكلمة. في الحالتين يكون النبر على الحرف الثاني، على حرف يعني فكذبوا هنا في أول الكلمة، فكذ النبر فيها على حركة الكاف، النبر فيها على حركة الكاف، فكذ فعل وليست فكذ فعل. كذلك أساطير، أسا فعل وليست أسا فعل. مثلا حياتكم، حياة فعل وليست حياة. أجئتنا، أجئ فعل وليست أجئ فعل. ليغفر، ليغ فعل وليست ليغ فعل. قلوبهم، قلو فعل وليست قلو فعل. لو دققنا النظر في الكلمات التي يعني شرحتها الآن، سنجد أن الحرف الأول في بعض الأحيان يكون من بنية الكلمة، وفي بعض الأحيان لا يكون من بنية الكلمة، ومع ذلك فالنبر فيها على حركة الحرف الثاني. مرة أخرى، فكذ وليست فكذ، أسا وليست أسا، حياة
وليست حياة، أجئ وليست أجئ، ليغ وليست ليغ، قلو وليست قلو. وطبعا الأخطاء تكون في أول الكلمة قليلة، لكنها قد تحدث، قد تحدث. أضرب لكم مثالا لذلك، يعني مثلا أبابيل. كلمة أبابيل هي كلمة لابد من وضع النبر فيها على حركة الباء، نقول أبا أبابيل هكذا، لكن إذا وضعناه على حركة الهمزة أصبحت أبابيل، أصبحت أبا كلمة كأنه أبو، وكلمة بيل كلمة إيه؟ أخرى. إذن مثلا في بعض الأحيان قد تكون صيغة أخرى سندرسها، سنجد هذا الموضوع أيضا واضحا، يعني مثلا أعمالهم هذه صيغة أخرى لكن ينطبق عليها نفس الكلام، أننا إذا لم ننبر في أول الكلمة أعمى لابد أن ننبر هنا حركة الميم، إذا لم ننبرها ستكون أعمى لهم من العمى، هي أعمال جمع إيه؟ جمع عمل. إذن هي فكذبوه، أساطير حياتكم، أجئتنا ليغفر قلوبهم، وهكذا. طيب نريد من إحداكن أن تنطق كلمات هذه الشريحة، وتنطق التتابع الأول فيها مرة بفعل وهو الصواب، ومرة بفعل وهو الإيه؟ الخطأ. يعني تقول مثلا فكذ وليست فكذ، أساء وليست أساء، حياة وليست حياة، أجئ وليست أجئ، ليغ وليست ليغ، قلو وليست قلو. نختار واحدة من إيه؟ من القاعة الكبرى، لكن يشترط أن يكون المايك يعني جيدا عندك. طيب تفضلي يا أم مروان، تفضلي. ما شاء الله تبارك الله. طيب نقرأ الشريحة التي بعد ذلك وهي أيضا تتصل بهذا الموضع. مثلا نشوزهن، نشو فاعل وليس نشو، جلو جلودهم، جلو وليست جلو، يبيتون يبي وليست يبي، تخافون تخا وليست تخا، يقاتلون يقا وليست يقا، أصابكم أصا وليست أصا، لا يجمعنكم ليج وليست ليج، مهاجرا مها وليست مها، يقدم يقد وليست يقد. من تنطق هذه الكلمات؟ تنطق الأداء المستقيم والخطأ للإيه؟ للتتابع فقط. طيب نستمع إلى، تفضلي يا نجلاء. وشو فاعل، جولو فاعل، يبي فاعل، تخا فاعل، يقا فاعل، أصا فاعل، ليج فاعل، مها فاعل، يقد فاعل. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة. ليج اللام مفتوح، لكن أنت ممتازة في النبر، لم تخطئي ولا خطأ واحد. إذن الموضع الأول لفعل، تحدث عن فعل بالنبر على الحركة الثانية وليس الأولى، الموضع الأول إذا كانت أول الكلمة. طيب الموضع الثاني، جواره على طول، جواره يبقى أين سنجدها؟ مستحيل تكون آخر الكلمة، وإنما كما قالت أم عبد الرحيم وسط الكلمة، وكما قالت مهاجرة الرحمن وأم هيثة ونادية. نعم، إذن إيه؟ وسط الكلمة، هذا هو الموضع الثاني لفعل. مرة أخرى، تأتي أول الكلمة وتأتي إيه؟ وسط الكلمة.
طيب سبحان الله، حتى أول كلمة أمامنا هي متكررة معنا، لماذا؟ لأنها تبدأ بفعل ثم فعل أخرى اللي هي كلمة إيه؟ لا يجمعنكم، أولها كما قلنا لا يج فعل. طيب بعد ذلك معن فعل أيضا. وأسأل، طيب كصيغة أخرى في الكلمة، يعني هناك ثلاث حركات منبورة، ما الصيغة الموجودة أيضا؟ صيغة إيه؟ وما موضعها؟ هناك صيغة غير الذي قلت الآن. من تقول؟ ممتازة يا نجمة في المزور، ممتازة يا راجية ويا أم بدر. إذن هناك فعل في آخر الكلمة لأنها تأتي في آخر الإيه؟ الكلمة اللي هي نكم فعل. إذن هذه الكلمة لو نظرنا إلى أولها سنجد فعل، لا يج فعل. طيب وسط الكلمة معن فعل، وليست معن، معن فعل. ورغما عنا سننطقها هكذا، يعني في وسط الكلمة عسير أن نخطئ فيها، لكننا قلنا نحن نشير إلى مواضع النبر في كل مكان، سواء أخطأنا فيه أو لم نخطئ فيه، سواء كثر الخطأ فيه أو قل الخطأ فيه، لأننا نريد أن نتقن هذا العلم إتقانا تاما. إذن الموضع الثاني لفعل وسط الكلمة، مثلا تواعدوهن، وسط الكلمة عيدو فعل. وأيضا أول الكلمة، وإن كنت لا أريد أن أدخل هذا في ذاك لأن بعضكم أكيد يعني عنده ربك الآن ولا يفهم بعض ما أقول، لكن أولها كما ذكرت أم عبد الرحيم توا فعل أيضا. إذن أول الكلمة ووسط الكلمة، يعني أنت إذا حفظت كلمة من هاتين الكلمتين فقد علمت بها موضعين من مواضع إيه؟ فعل بالنبر على حركة الإيه؟ العين. مثلا تحبسونهما، بيسو فعل وليست بسو، هي تحبسو هكذا. لابد أن نترك فعل اليوم وندرك نتحدث عن فعل وليست فعل. الصواب فعل والخطأ فعل اليوم، لكن الأسبوع الفائت كان الصواب فعل والخطأ فعل العكس. إذن يجادلونك، ديلو فعل لأنها وسط الكلمة. نلحظ أن هذه التتابعات التي قلناها كلها وسط الكلمة. أنطق الكلمات مرة أخرى بالأداء المستقيم والأداء الخاطئ، ولنرى من التي ستردد من أول مرة الكلمات صحيحة. أنا لا أريد من تجرب ولا تعلم هل ستنطق صح أم خطأ، أنا أريد من تعلم أنها ستنطق الكلمات صحيحة وفي نفس الوقت تكون جديدة. طيب معن فعل وليست معن فعل، عدو فعل وليست عدو فعل، بسو فعل وليست بسو فعل، ديلو فعل وليست ديلو فعل. من تقرأ؟ طيب نبدأ بالزوم هذه المرة. ليديا من القاعة الكبرى تفضلي. معن فعل وليست معن فعل، عيدو فعل وليست عيدو فعل، بيسو فعل وليست بيسو فعل، ديلو فعل وليست ديلو فعل. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة ممتازة ليديا، أحسنتي، تستحقين هذه النجوم التي وضعت لك، ممتازة ما شاء الله. إذن نعيد ونكرر، فاعل بالنبر على حركة العين، إلى الآن أخذنا لها موضعين، ما هما بسرعة؟ أنظر في القاعة الكبرى وأحاول أن أتابع الزوم. أحسنتي يا أم مروان، وأحسنتي يا مهاجرة، ويا نادية، ويا أم فاطمة، ويا سجيدة، وأحسنت في الزوم يا منيا، ويا أم أماني، ويا سمية، ويا أم نور، ويا راجية، وأم منال، وأم صفوان، وأم وائل، وفوقية، وأم حبيبة، أحسنتم إن شاء الله. إذن أول الكلمة ووسط الكلمة، أول الكلمة ووسط الكلمة، هذا ما قلناه إلى الآن.
طيب أين نجد أيضا هذه الصيغة؟ هناك أمثلة أخرى من الممكن أن أترك إحداكن لكن تكون متقنة وتؤدي هذه الكلمات أو التتابعات التي وسط الكلمة بالأداء الصحيح والأداء الخاطئ. يعني مثلا سأمثل بأول كلمة فقط، أرى وليست أرى وهكذا. طيب تفضلي يا نادمة. أرى وليست أرى، تلو وليست تلو، تمو وليست تمو، ينا وليست ينا، نلو وليست نلو، خذو وليست خذو، ريمان وليست ريمان، زيغن وليست زيغن. اللي هي الكسرة هذه خطأ، نضع فتحة. أحسنتي، أنت ممتازة ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب إذن كما قلت لكم وأعيد وأكرر، فعل بالنبر على حركة العين نجدها في موضعين الآن، إذا كانت أول الكلمة أو كانت وسط الكلمة. الموضع الثالث سهل، إذا وجدنا ساكنين في أي مكان، يعني إذا وجدنا الحركتين فساكنين، أول مرة يقابلنا وجود الساكنين، نحن نتحدث عن صيغة فعل. أول ما تحدثنا قلنا هي تتكون من حركتين أو حركتين فساكن أو حركتين فساكنين. إذن إذا وجدنا حركتين فساكنين فهي إيه؟ فاعل وليست إيه؟ وليست فاعل. نضرب بعض الأمثلة لذلك، مثلا وتب، طبعا سواء أيضا كانت بنية الكلمة أو حروف زائدة، المهم وجود ساكنين. إذن النبر على الحركة الثانية، وتب فعل، النبر على حركة التاء وليست وتب فعل. أشق، أشق عبارة عن قف مشددة، والحرف المشدد إذا وقفنا عليه عبارة عن ساكنين، عبارة عن إيه؟ ساكنين. إذن هي أشق فعل وليست أشق فعل. عدو فعل وليست عدو فعل. كذلك فعلت فعل وليست فعل. مستمر تمر فعل وليست تمر فعل. وطبعا هناك فرق بين الأدائين، يعني مثلا مستمر هذه من الاستمرار، أما مستمر من الاستمار. الاستمار يعني إيه؟ كأن هناك أصدقاء يجلسون ويحتفلون معا في الليل، هذا هو الاستمار، لكن مستمر من الاستمرار. إذن لابد أن ننبر على حركة الميم لنظهر هذا المعنى. كذلك مقصرين صيرين فعل. طيب من تنطق الكلمات بالأداء الصحيح والخاطئ باستثناء الكلمة الأخيرة، لأن أداءها الخاطئ في من وجهة نظري أنا صعب، لكن من وجهة نظر بعض الناس أنا أعلم أنه سهل بالنسبة لهم. إذن سأعيد الكلمات مرة أخرى، وتب وتب. إذن فعل فعل، وتب وتب، أشق أشق، عدو عدو، فعلت فعلت، تمر تمر، فعل فعل. من تردد الكلمات؟ نستمع إلى منى إبراهيم، تفضل. وتب فعل وليست وتب فعل، أشق وليست أشق، عدو وليست عدو، فعلت وليست فعلت، تمر وليست تمر، صيرين وليست صيرن. نعم أحسن أحسن. طبعا بالنسبة لصيرين أنا أظن أن هذا يعني صعب أن يخطئ فيه أحد، لأنه بهذا الأداء يحذف الياء تصبح صيرين. نعم. نستمع إلى فاتن، تفضلي يا فاتن. وتب فعل وليست وتب فعل، أشق فعل وليست أشق فعل، عدو فعل وليست عدو فعل، فعلت فعل وليست فعلت فعل، تمر فعل وليست تمر فعل، سرين فعل وليست سرين فعل. أحسنت ما شاء الله، ممتازة، بارك الله فيك. إذن نحن معنا الآن ثلاثة مواضع لإيه؟ لفعل.
الأول إذا كانت أول الكلمة، الثاني إذا كانت وسط الكلمة، الثالث إذا وجدنا ساكنين. يبقى موضع واحد، لكن قبل هذا الموضع نتدرب على بعض الكلمات الأخرى التي وجد فيها ساكنان. يعني مثلا سأنطق كلمتين وأطلب من إحداكن أن تكمل. مثلا لهن فاعل وليست لهن فاعل. مثلا بيوتهن تهن وليست تهن. مثلهن وليست مثلهن. كيدكن وليست كيدكن. رأيتموه وليست رأيتمه، وهكذا. طيب، من تقرأ الكلمات التي في هذه الشريحة بالأداء الصحيح والخاطئ قدر المستطاع؟ هناك كلمات أيضا أنا أرى أن الخطأ فيها صعب، مثل تنظرون، ظرون، ظرن. فطبعا ظرن هذه صعبة، لكن يعني طيب نستمع إلى أسماء من الزوم. تفضل يا أسماء. لهن لهن تهن تهن لهن لهن دكن دكن تموه تموه ضرون ضرون ذبوه ذبوه حدون 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 تقر تقر. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة يا أسماء، أحسنتي، ممتازة ما شاء الله. طيب نستمع إلى إيمان. تفضل يا إيمان. لهن وليست لهن، تهن وليست تهن، لهن وليست لهن، دكن وليست تموه وليست تموه، ظرون وليست ظرن، ذبوه وليست ذبه، حدون وليست حدن، تقر وليست تقر. أحسنت، الله فيك، ممتازة ما شاء الله. طيب ندخل على الموضع الأخير. الموضع الأخير ما هو؟ إذا اشترك في تكوين الحركتين فسكون حرف معنى. ألم نقل في المحاضرة السابقة إنه إذا تكونت الكلمة من حركتين فسكون أو حركتين فهي فاعل، لكن بشرط أن تكون جميع الحروف من بنية الكلمة واستثنينا حروف الجر مثل لهم به. لكن طيب نفترض أن هناك حرف معنى غير حروف الجر، يعني مثلا واو العطف، فاء العطف مثلا، في هذه الحالة تكون صيغة فاعل وليست إيه فاعل. يعني مثلا وفي وليست وفي، وفي السماء نقول وفس ولا نقول وفس، هكذا. مثلا وهل وليست وهل، وهل فاعل وليست وهل فاعل. طبعا هناك فرق، وهل الواو زائد إيه هل، أداة استفهام، حرف استفهام. لكن عندما نقول وهل ده فعل ماضي من الوهلة الأولى، إذن هي وهل وليست وهل، فقل وليست فقل، وإن وليست وإن، ولو وليست ولو، وهكذا. طيب نستمع إلى من تقرأ هذه الكلمات. فاطمة، فاطمة اللي اسمها بالإنجليزي، تفضل. وفي وليست وفي، وهل وهل وليست وهل، فقل وليست فقل، وإن وليست وليست وإن. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك وفيك، بارك الله، ممتازة ما شاء الله. طيب ولاء، تفضلي ولاء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. الصحيح وفي وليست وفي، وهل وليست وهل، فقل وليست فقل، وإن وليست وإن. ممتازة ما شاء الله يا ولاء، أحسنت، بارك الله فيك. طيب نستمع إلى مروة. وفي وليست وفي، وهل وليست وهل، فقل وليست فقل، وإن وليست وإن. نعم، ممتازة ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ، وجزاك يا رب. طيب نستمع إلى ناهد. تفضلي يا ناهد. وفي وليست وفي،
وهل وليست وهل، فقل وليست فقل، وإن وليست وإن. تبارك الله، ممتازة يا ناهي. طيب استمع إلى أم القاسم، تفضل. وفي فاعل، وليست وفي فاعل، وهل فاعل، وليست وهل فاعل، فقل فاعل، وليست فقل فاعل، وإن فاعل، وليست وإن فاعل. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة، بارك الله فيك. طيب نأتي أخرى ونترك الأخوات المتقنات تقولها وحدها. قول مثلا، سأضرب مثالا بالمثال الأول، أهم فاعل وليست أهم فاعل، ستقول في كل كلمة هكذا. مرة أخرى، أهم فاعل وليست أهم فاعل. طيب نستمع إلى فاطمة عماد، تفضلي يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاعل وليست أهم، أئن فاعل وليست أئن، وما فاعل وليست وما، فهم فاعل وليست فهم، فلا فاعل وليست فلا، ولو فاعل وليست ولو. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة يا فاطمة، أحسنت، بارك الله فيك. ممتازة يا فاطمة، بارك الله فيك، أحسنت. لو ركزنا في هذه الكلمات سنجد يعني إخلالا في المعنى أو إخلالا بفصاحة الأداء عندما تؤدى فاعل بصيغة فعل. يعني مثلا فهم عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفاء فاء العطف زائد الضمير هم، فهم هكذا. لكن الذي يقولها فهم هذا فعل ماضي، فهم فعل ماضي يدل على المبالغة في الفهم. مثلا فلا، فلا بهذا الأداء اتضح أنها الفاء زائد لا، لكن الذي يقول فلا فكأنها صحراء، لأن الصحراء يطلق عليها كلمة فلا. كذلك ولو، الواو زائد لو باللغة العربية الفصحى، لكن الذي يقول ولو ألبسها بالعامية، نحن في العامية نقول ولو، هكذا هي ولو وليست إيه ولو. طيب نستمع إلى أخرى، منى تفضل يا منى. أهم فاعل وليست أهم فاعل، أئن فاعل وليست أئن فاعل، وما فاعل وليست وما فاعل، فهم فاعل وليست فهم فاعل، فلا فاعل وليست فلا فاعل، ولو فاعل وليست ولو فاعل. أعيد الأولى فقط. الأولى أهم فاعل وليست أهم فاعل. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة، أحسنت. واحدة أخيرة، تفضلي يا نجمة. أهم فاعل وليست أهم فاعل، أئن فاعل وليست أئن فاعل، وما فاعل وليست وما فاعل، فهم فاعل وليست فهم فاعل، فلا فاعل وليست فلا فاعل، ولو فاعل وليست ولو فاعل. بارك الله فيكم، أحسنت، ممتازة، ما شاء الله تبارك الله. الله. إذا أردنا أن نلخص مواضع فاعل سنقول خلاصة مواضع فاعل بالنبر على حركة العين. إذا كانت أول الكلمة، إذا كانت وسط الكلمة، إذا وجدنا ساكنين، إذا اشترك في تكوين التتابع حرف حرف معنى. طيب سنطبق على هذه القاعدة ببعض الأمثلة. ما أريد أن أقوله، لماذا نشرح فعل وفعل؟ حتى لا تتداخل فعل في فعل ولا فعل في فعل. يعني معنى ذلك أننا خلال هذا الأسبوع ونحن نقرأ في التدريبات، المفترض أننا إذا تكونت الكلمة من حركتين أو حركتين فسكون فهي فاعل، أو كانت آخر الكلمة فهي فاعل، غير ذلك فهي فاعل. فالهدف من تدريس هذه القاعدة ألا ندخل فاعل في فاعل ولا فاعل في فاعل. يعني الذي يخطئ في فاعل ينطقها فاعل، والذي يخطئ في فاعل ينطقها فاعل.
فاعل. نضرب بعض الأمثلة لتحول كاف الضمير إلى كاف تشبيه. يعني كاف ضمير اسم تتحول لحرف اسمه كاف التشبيه. كاف التشبيه عندما نقول مثلا زيد كالأسد، هذه إيه؟ كاف تشبيه، يعني زيد يشبه الأسد، خلاص. لكن كاف الضمير عندما أقول مثلا زرتك، الكاف هذه كاف إيه؟ ضمير، لأنها تدل على الإنسان الذي زرته أنا، إذن تدل على اسم، خلاص. طيب نضرب بعض الأمثلة، مثلا أولئك الذين هدى الله، الأداء المستقيم يكون حسب القواعد التي درسناها في الأسبوع الفائت. أولئك أين النبر فيها ولماذا؟ ها من تقول أين النبر في أولئك؟ نعم ممتازة، سجيدة وأم فاطمة وروضة وأمة الله وأم سعد وأم مروان وميديا ونادية معذرة ومنى ونجمة فلسطين وأم القاسم ما شاء الله ونجمة ممتازة وعائشة. إذن على حركة الهمزة لأنها كما قالت أم سندس آخر الكلمة، أحسنتي. إذن الأداء المستقيم لها أولئك الذين، أولئك الذين، هذا هو الأداء المستقيم. الأداء الخاطئ أولئك الذين، أولئك أصبحت أولاء مثل الذين، مرة أخرى الأداء المستقيم والخاطئ أولئك الذين، أولئك الذين. هل الفرق بين الأدائين واضح؟ لأننا سنقرأ الآن ونسمع، هل واضح؟ طيب الحمد لله. أعيد مرة أخرى من باب التأكيد، أولئك الذين، أولئك الذين. الفرق هو إكل، إكل سبحان الله، إكل إكل يعني إيه؟ وزنها إيه؟ ها من تكتب بسرعة، إكل إكل وزنها إيه؟ إكل إكل، أيوة أحسنت يا أم مروان ممتاز. طيب أنا سأحاول معك يا أم مروان لأنك أول من كتبتي، وحاول أن أترك المايك وربنا يستر ولا إيه ولا يحدث خلل، لكن بعد أن نكمل الكلمات سأجعلك أنت أول من تقرأين إن شاء الله بإذن الله. إذن أولئك وليست أولئك، أولئك وليست أولئك. مثلا وإن وعدك الحق، وإن وعدك وعدك هكذا، وليست وعدك 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 الحق، وليس وعدك الحق. طب ما الفرق؟ دكل دكل، هذا هو الفرق بينهما. أولئك المقربون إك، طيب الخطأ أولئك، أولئك المقربون. الصواب مرة أخرى والخطأ، دائما أبدأ بالصواب. أولئك المقربون، أولئك المقربون. من تنطق الإيه الكلمات في الآيات الثلاث بالأداء الصحيح والخاطئ؟ طيب نستمع لمحبة لديني. فإن وعدك الحق أولئك المقربون، أولئك المقربون. ما شاء الله تبارك الله، ضعنا نجوما، ضعنا نجوما لمحبة، أحسنت تستحقين والله ممتازة ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر ما شاء الله. طيب نستمع لعطيقة من الزوم، تفضلي يا عطيقة. أولئك الذين، أولئك الذين وعدك الحق، وعدك الحق.
أولئك المقربون أولئك المقربون. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة ما شاء الله، أحسنت بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى شريحة أخرى. أحسنت يا محب، أنت ممتازة ما شاء الله، إن شاء الله تكونين مدربة، لكن نحن طبعا نشترط على من تكون مدربة أن تخدم معنا هذا العلم حلقة في الأسبوع فقط، يعني لابد أن تفرغ نفسها حلقة واحدة في الأسبوع. طبعا يستحق، نحن نفرغ لكنا يعني انظرنا في الجدول ولترين كم نفرغ لكنا من الوقت، فلذلك نحن نريد رد الجميل إلى النبر وليس لنا، إلى الأداء المستقيم للقرآن وليس لنا. فالتي سأختبرها في النهاية سأختبرها على هذا الأساس، أنها ستكون مدربة لهذا الموضوع، ولن نطلب منها أكثر من حلقة واحدة، وإن شاء الله نعلمها أشياء أخرى بإذن الله غير النبر إن شاء الله فيما يخص القرآن الكريم إن شاء الله. طيب أكتفي أنا بأداء أول مثال وأترك لكن نطق الباقي وحدكن. يعني مثلا أحلامهم، هذا الأداء المستقيم، هنا أمثلة للعكس بقى، تحول الضمير المتصل إلى ضمير منفصل، هو ضمير في الحالتين، هو ضمير لكنه كان متصلا وأصبح إيه منفصلا، وطبعا هذا خلل، هذا خلل في المعنى أيضا. أحلامهم، أحلامهم، لأريناكهم، لأريناكهم، فلعرفتهم، فلعرفتهم، ولتعرفنهم، ولتعرفنهم، ويمدهم، ويمدهم، سمعهم، سمعهم، أبصارهم، أبصارهم، جلودهم، جلودهم، وهكذا. إذن هنا تلتبس فعل بفعل. ما الذي أريد أن أوصله لكنا بهذا التطبيق؟ أننا تعلمنا فعل وفعل حتى لا ندخل هذه في تلك، حتى لا ندخل هذه في تلك، لا الكلمات التي على فعل ننطقها على فعل، ولا الكلمات التي على فعل ننطقها على فعل. وسبحان الله، سبحان الله، انظرنا في اللغة العربية كلها، قرآنها وشعرها ونثرها، لن تجدن أداء ثالثا لأي حركتين، أو حركتين فسكون أو حركتين فساكنين. يعني مثلا سأضرب لكن مثالا من القاعة، هناك من تريد القراءة واسمها منى، طيب منى كيف ننطقها؟ منى منى، أهو ليس في القرآن وليس، صح ولا لا؟ طيب عندنا مثلا أماني، عندنا أماني، أما فعل وليست أما، عندنا سجيدة، قبل ما تكتب يا سجيدة أنا شايف كتابتك، سجي فعل وليست سجي فعل. عندنا مثلا، أنظر لبقية الأسماء لأنها ليست أمامي، مثلا محبة، أول الكلمة محب فعل وليست محب فعل، وهكذا. وعلى فكرة كل الأسماء التي في القاعة وغير القاعة، لكن أنا فقط يعني أبين لكنا فاعل وفعل، فاعل وإيه وفعل، لكن كل الأسماء هكذا، حتى اللي كتب اسمها بالإنجليزي وهكذا. طيب من تنطق الكلمات التي في الشريحة التي أمامنا بالأداء المستقيم والخاطئ؟ طيب نستمع إلى أم فاطمة من القاعة الكبرى. أحلامهم، أحلامهم، لأريناكهم، لأريناكهم، فلعرفتهم، فلعرفتهم، ولتعرفنهم، ولتعرفنهم، ويمدهم، ويمدهم، سمعهم، سمعهم، أبصارهم، أبصارهم، جلودهم، جلودهم. بارك الله فيك.
وفيك بارك الله ما شاء الله، ممتازة، تستحقي نجمتين من أم ريحان وتستحق النجوم التي ستوضع لك الآن، ممتازة ما شاء الله تبارك الله. طيب نستمع إلى أم محمد ورش، تفضل. السلام عليكم. أحلامهم أحلامهم لأريناكهم لأريناكهم فلعرفتهم فلعرفتهم ولتعرفنهم ولتعرفنهم ويمدهم ويمدهم سمعهم سمعهم أبصارهم أبصارهم جلودهم جلودهم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله يا أم محمد، رائعة رائعة، تستحقي النجوم التي ستتناثر عليك الآن من القاعة ما شاء الله. طيب نستمع من الزوم إلى أم رجاء، تفضلي يا أم رجاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحلامهم أحلامهم لأريناكهم لأريناكهم فلا عرفتهم فلا عرفتهم ولا تعرفنهم ولا تعرفنهم ولا تعرفنهم ولا تعرفنهم ويمدهم ويمدهم سمعهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم. ما شاء الله تبارك. من أين أنت يا أم رجاء؟ من فلسطين، من غزة. ممتازة ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاك كل الخير. أحسنت. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. طيب أم منصف، تفضلي يا أم منصف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحلامهم أحلامهم لأريناكهم لأريناكهم فلعرفتهم فلعرفتهم ولتعرفنهم ولتعرفنهم يمدهم ويمدهم سمعهم سمعهم أبصارهم أبصارهم جلودهم جلودهم. ما شاء الله، رائعة رائعة، ممتازة ما شاء الله. طيب نستمع إلى أم هيان، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وحياك الله وبياك. أحلامهم أحلامهم لأريناكهم لأريناكهم فلعرفتهم فلعرفتهم ولتعرفنهم ولتعرفنهم ويمدهم ويمدهم سمعهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم جلودهم جلودهم. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت، ممتازة. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله. طيب نستمع إلى، في الشريحة القادمة إن شاء الله نستمع إلى جديدة. حاضر. طيب إذن كل الأمثلة التي قلناها الآن في هذه الشريحة تلتبس فيها فعل بفعل. طيب ما موضع فعل في هذه الشريحة التي قرأناها الآن؟ أي موضع من الموضعين؟ أول واحدة ستجيب هي التي ستقرأ الشريحة القادمة. أنا أنظر في الزوم. أحسنت يا عتيقة. إذن يا عتيقة أنت من ستقرأين الشريحة القادمة؟ أنظر في القاعة الكبرى. آمنة، أم أسماء، نبرة على الفاء، أول واحدة آمنة. إن أرادت آمنة أن تقرأ لها ذلك أيضا. طيب خلاص، إذن عطيقة. إذن آخر الكلمة حركة حركة سكون، فالنبرة على الحركة الأولى، يعني أحلامهم مهم وليست مهم.
طيب هناك أمثلة أيضا لتحول ياء المتكلم إلى ياء النداء، يعني الياء التي تدل على المتكلم، يعني مثلا عندما أقول بيتي يعني بيتي أنا، هذه تسمى ياء المتكلم. حقيبتي حقيبتي أنا، موبايلي موبايلي أنا، وهكذا. لكن لما نحول الياء هذه إلى ياء نداء يختلف المعنى. طيب نضرب بعض الأمثلة لذلك. يعني مثلا أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ الأداء المستقيم هكذا، أين شركائي الذين، شركائي الذين، هذا الأداء المستقيم. طيب الأداء الخاطئ، شركائي الذين، الأداء الخاطئ مرة أخرى، شركائي الذين. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو فعل فعل، إيل إيل، فعل فعل. إذن الأداء المستقيم فعل لأنها حركة حركة آخر الكلمة، والأداء الخاطئ فعل. إذن مرة أخرى الأداء المستقيم شركائي الذين، الأداء الخاطئ شركائي الذين. طيب قل أروني الذين، الأداء المستقيم أروني الذين، الأداء الخاطئ أروني الذين، الأداء المستقيم أروني الذين، الأداء الخاطئ أروني الذين. طبعا المعنى واضح أنه ينحرف تماما، شركائي الذين يعني شركائي الذين كنتم تزعمون، نتحدث عن الشركاء، لكن شركائي الذين ننادي الذين. كذلك أروني الذين معناها أريد أن أرى الذين، لكن أروني الذين أنا عايز أشوف يا الذين، أنادي الذين، هناك فرق طبعا. إذن الأداء المستقيم أروني الذين، الأداء الخاطئ أروني الذين، الأداء المستقيم فقل حسبي الله، الأداء الخاطئ فقل حسبي الله. شوفوا الأداء الخاطئ مرة أخرى، حسبي الله، الأداء الصحيح حسبي الله، الأداء الخاطئ حسبي الله. طيب الكلمات كلها مرة أخرى بموضع الإيه الشاهد، إيل وليست إيل، نيل وليست نيل، بيل وليست بيل. أريد من تقرأ الكلمات كما قرأتها، الكلمتين في كل آية بالأداء الصحيح والخاطئ، ثم تعيد مرة أخرى وتقول إيل وليست إيل، نيل وليست نيل. تفضلي يا عطيقة. نعم حياكم الله. شركائي الذين، شركائي الذين، قل أروني الذين، قل أروني الذين، فقل حسبي الله. هل الأداء الخاطئ؟ أجيب مع بعض. إيل إيل نعم. وليست إيل، نيل وليست وليست نيل، تازة ما شاء الله، بيل وليست يلا وليست بيل وليست بيل. ما شاء الله تبارك الله، ممتازة أحسنت بارك الله فيك. طيب نستمع. على فكرة هذه الآيات تحتاج إلى إيه؟ إلى قوة. طيب نستمع إلى أسماء، تفضلي أسماء من الزوم. أين شركائي، أين شركائي، قل أروني الذين، قل أروني الذين، فقل حسبي الله، فقل حسبي الله. ما شاء الله تبارك الله أحسنت، ممتازة بارك الله فيك. طيب نستمع إلى أم مروان من القاع الكبرى. شركائي الذين، ليست شركائي
الذين قل أروني الذين ليست قل أروني الذين قل أروني الذين وليست أروني الذين فقل حسبي الله وليست فقل وليست فقل حسبي الله ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا أم مروان، رائعة ما شاء الله تبارك الله، ممتازة ما شاء الله ما شاء الله. والله في هذه الدورة فعلا كما تقول المدربات الرائعات يقولن سنخرج من هذه الدورة بجيش، بجيش يعلم النبر إن شاء الله بإذن الله. طيب نأتي بالشريحة التي بعد ذلك. إذن نحن ما زلنا نطبق ونريد من هذا التطبيق هدفا معينا، وهو لا نلبس فعل بفعل ولا فعل بفعل، لا ننطق كلمات فعل مثل فعل ولا كلمات فعل مثل فعل. وأريد أن أوضح شيئا آخر وضحته كثيرا وكلامنا دائما هو عنه. ما الهدف الذي نقوله من هذه الدورة من أولها لآخرها إلى الآن حتى لا نحيد يمينا أو يسارا؟ الكلمة المستقيمة تؤدى هكذا ولا تؤدى هكذا. هل هناك من كل الحاضرات في كل مكان معنا الآن من ترى أن أداءنا لكلمة عندما نقول إنه هو الأداء المستقيم، هل ترى هي من وجهة نظرها أنه هو الأداء المنحرف؟ أنا متأكد أن الجميع يتفق معنا. سبحان الله، الأداء المستقيم يفصح عن هويته، يعني يتحدث عن نفسه، يقول ها أنا ذا، صح ولا لا؟ الأداء المستقيم يتحدث عن نفسه، يقول فعلا أنا صحيح. إذن من ينكره؟ فإنه ينكر الشمس. هو ينكره لأحد سببين، إما لأنه جاهل وإما لأنه متكبر. الصراحة هذه هي الحقيقة، لأنه جاهل أو متكبر. طيب نضرب أمثلة أخرى لالتباس فعل بفعل، يعني نحن نريد هنا الأداء المستقيم أنها فعل. وانتبهنا، أنا سأوقع كنا في خطأ الآن، سأسأل سؤالا عن الآية الأولى مثلا، وأديني يعني إيه فسرت لكم أني أضع لكم فخا ولنرى من أول واحدة ستخرج من الفخ وستكون لها القراءة. يعني مثلا في الآية الأولى مستمر، طيب ما هي آخر الكلمة؟ المفروض النبر على التاء وليس الميم. ألم تقل لنا إن فعل إذا كانت آخر الكلمة فالنبر على الحركة الأولى، إذن على التاء وليس الميم، لماذا وضعتها على الميم؟ من تجيب بسرعة؟ يا سلام ليلى، ممتازة ليلى وأم هيثم من القاع الكبرى. طيب ننظر في الزوم، يا سلام سعاد دي ممتازة، وأم كريم ممتازة، وأم باسم ممتازة، وأم بدر ممتازة، وأم عبد الرحيم ممتازة، وعطيقة ممتازة، أحسنتم، وأيضا أم منال ممتازة. إذن لأنه يوجد ساكنان في آخر الإيه؟ التتابع، ونحن قلنا إذا وجدنا ساكنين فهي فاعل، يعني نقول إيه؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هكذا مستمر وليست مستمر. وقد قلت لكن قبل ذلك مستمر يعني إيه؟ من الاستمرار، أما مستمر من الاستمار وهو السهر ليلا لنتحدث في أي قصة ونأكل ونشرب مثلا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، مستقر وليست مستقر، الأداء المستقيم مستقر، الأداء الخطأ مستقر. تبت يدا أبي لهب وتب، الأداء المستقيم وتب، الأداء الخطأ وتب. إذن
مستمر مستمر، مستقر مستقر، وتب وتب. الأداء الصحيح على فاعل وليست إيه فاعل. إذن من يخطئ هنا يلبس فاعل بإيه بفاعل. طيب نستمع إلى فاتن من الزوم. مستمر مستمر، مستقر مستقر، وتب وتب. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتي ما شاء الله، جزاك الله خير يا دكتور. وجزاك الله كل الخير. ما شاء الله، أنا أشعر الآن أن الأمور اتضحت لكم، وأن هناك فاعل تكون صحيحة أحيانا. هذا ما نريد أن نوصله الآن. نريد أن نلخص كل ما قلناه من أول الدورة إلى الآن، يعني جميع القواعد. الشريحة القادمة فيها موضع فعل ومواضع فعل، متى نجد فعل ومتى نجد فعل. نجد فعل إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة، ونجد فعل في المواضع الباقية. ما هي المواضع الباقية؟ إذا كانت أول الكلمة، إذا كانت وسط الكلمة، إذا وجدنا ساكنين، إذا اشترك في تكوين التتابع حرف معنى. طبعا جملة إذا وجدنا ساكنين معناها إيه؟ وجدنا ساكنين بعد الحركتين، لأن الحركتين لو تنتبهن أساس في كل موضع، صح ولا لا؟ لابد من وجود حركتين لنجد فعي أو فعي، صح ولا لا؟ بعد ذلك قد نجد الساكن أو نجد ساكنين أو لا نجد ساكن. هذا ما نتحدث إيه عنه. مرة أخرى، متى نجد فعل بنبر الفاء؟ إذا تكونت منها الكلمة أو كانت آخر الكلمة. طيب متى نجد فعل؟ إذا كانت أول الكلمة، وسط الكلمة، وجدنا ساكنين، وجدنا حرفنا. سنضع أمامكن الآن صورة البروج، وسنحدد فيها النبر. نسأل في السطر الأول مثلا فقط، وبعد ذلك نريكن النبر في الصورة كلها بالنسبة لقاعدة فعل وفعل فقط. قاعدة فعل وفعل فقط. أنا سأسأل الآن عن أن بالنسبة للنبر في الإيه في السطر الأول مثلا. والسماء، هل فيها أي مواضع لفاعل أو فاعل؟ أين النبر في كلمة السماء؟ أين النبر؟ طيب أين في حركة إيه؟ يا سلام على الإجابات، الزوم مشتعل مشتعل، الله ممتازة يا أم أميمة ما شاء الله. طيب نرى في يا سلام، ممتازة أم فاطمة ويا روضة وأم لقمان وآمنة وأم عبير وأم حفصة في الزوم، وفاتن ومروة ومنية وأم عبد الرحيم. أم عبد الرحيم كمان كتبت الموضع ما شاء الله، ومارية وأم خالد وأم منصف وأم عبد الرحمن فاطمة. إذن على حركة الميم، ليس السين يا فاطمة، على حركة الميم. إذن لماذا؟ لأنها كما قالت أم عبد الرحيم وسط الكلمة، سما وليست سما، سماء. وإذن هي فاعل، من مواضع فاعل كما تعودنا وقلنا. طيب أنا أريد أن أقول لكم قاعدة، هذه القاعدة إذا وجدنا وقفا أو كانت آخر الآية نعامل الكلمة على الإيه؟ على هذا الأداء، على الوقف. إذا وجدنا مثلا علامة جيم أو أي علامة من علامات الوقف، أو وجدنا رأس آية، إذن هذه الكلمة وقفا، لأن الوقوف على رؤوس الآيات سنة كما نعلم. طيب كلمة البروج، أين النبر؟ أنا لن أسأل إلا في القواعد التي أخذناها فقط. البروج، أحسنت يا، ما شاء الله، أمل ممتازة ما شاء الله، أم رجاء، سعاد، أم صفوان، فاتن، راجية، أم عبد الرحيم، أم باسم، أم حفصة، سومية، منى، منية، أم رجاء، أم صفوان. طيب وننتقل إلى العام، أحسنتي يا أمة الله، وأحسنتي يا أم محمد، وأماني، ومريم المغربية، وأم لقمان، وسجيدة، ونادية، وأم فاطمة ما شاء الله ممتازات، وأحسنتن جميعا، وأم عبد الرحمن، وأم منال،
أم خالد، أم صهيب، وليلى، أم القاسم، وأم إدريس. ما شاء الله ما شاء الله، الزوم المؤشر لا ينزل إلى الأسفل من كثرة الإجابات. حاضر يا أم عبير، أحسنت. طيب لماذا؟ لأنه ما الموضع؟ نحن دائما نسأل النبر فين وما الموضع؟ البروج. إذن على حركة الراء، ها الإجابة لمن؟ أحسنت يا أم هيثم ويا سجيدة ويا أم عبير، ممتازات ما شاء الله، وأم وإيه ومريم المغربية. هناك إجابات أنا لا أنطق اسم صاحبتها لأنها خطأ، وليلى ممتازة. أحسنت يا آمنة، أحسنت يا أم يحيى، أحسنت يا أم فاطمة، أحسنت يا أم يحيى. إذن لأننا وجدنا ساكنين آخر الكلمة، بروج فاعل، أهو الواو ساكنة والجيم إيه ساكنة. طيب وشاهد، أين النبر؟ وشاهد يعني نبدأ بالترتيب، نبدأ من أول الكلمة، أين النبر في أول الكلمة؟ أحسنت يا سلام على الإجابات الرائعة، ممتازة يا أمل. يا أمل أنت أول مرة، دي أول دورة لك يا أمل، ما شاء الله عليك، أحسن واحدة أجابت أمل. أمل عمران تقريبا، عمران، والله أنت ممتازة. أمل ماذا كتبت؟ هو جميع الناس كتبت صح الصراحة، لكن أمل وأم محمد ورش كتبت الموضعين الشين والهاء، وشا فاعل، هدن فاعل. يا سلام. طيب الشين لماذا؟ من تجيب بسرعة؟ الشين لماذا؟ الموضع يعني. أحسنت يا أم باسم من الزوم، أحسنت يا ليلى، أحسنت يا نادية، أحسنت يا أم يحيى. لا ليس حرف معنى هنا، ولكن نقول لأنها أول الكلمة عموما، أنا قلت أول الكلمة سواء وجد حرف معنى أم لا. طيب شاهد لماذا الهاء؟ لماذا الهاء؟ أحسنت يا أم القاسم وأمل وأم عبد الرحيم وفاطمة، ما شاء الله، وأم رجائي ومروة، وفي القاعة الكبرى أم أماني وأم عبير وأم لقمان وأم سندس وأم سعد وأم فاطمة وأم يحيى ومحبة وروضة وسجيدة ومحبة لدين، ممتازات ما شاء الله رائعات. إذن لأنها آخر الكلمة. أرأيتن في حياتكن قواعد مستقيمة بهذا بهذه الدقة، مع أننا نتحدث في حركة، كل كلامنا وكل شرحنا في حركة. إذن هي وشا وليست وشا، هد وليست هد، وشاهد وليست وشاهد، هكذا. طيب ومشهود، أين النبر فيها؟ ما شاء الله، أمل ممتازة، أم سندس، ليلى، أم هيثم، أم فاطمة، أم مروان، أمة الله، أم محمد، محبة، أم لقمان، ما شاء الله. ونذهب إلى الزوم، فاتن وعتيقة ونجمة، أم عبد الرحيم، سمية، أمل، فاطمة، أم منال، ما شاء الله. هذا هو الموضع الأول، ومشهود الإيه، حركة الإيه، حركة الميم، ومش فاعل، ومش مشهود. هناك نبر آخر لكن نحن المفروض لم ندرسه الآن، لماذا؟ لأنه في صيغة أخرى. طيب نحن انتهينا من النبر الذي في السطر الأول، نوضح لكنا النبر في كل الصورة في الشريحة الآتية. انظرنا إلى بقية الكلمات في الشريحة الآتية، هذه مواضع النبر الخاصة بفعل وفعل في كل الصورة، دققنا النظر فيها، املأنا أعينكن منها. دعيها دقيقة يا دكتور، يعني ناسبي بين الوقت وبين تعب من لونت الحروف، بارك الله فيها وأحسن إليها. طيب سأسألكن سؤالا، والتي ستجيب أول واحدة ستكون نجمة هذا اللقاء، هي النجمة ولا نجمة غيرها. فيما عدا السطر الأول، أنا أريد من واحدة منكن أن تأتي بكلمة، كلمة واحدة فيها
فيها صيغتان فاعل وفعل أو فاعل وفعل، مش مهم الترتيب، المهم كلمة واحدة فيها الصيغتان بسرعة. يا سلام يا أمل، الله عليكي، وإن كنت يعني اخترتي كلمة صعبة لكن ممتازة، وأم هيثم نفس الكلمة، لكن هناك كلمات أخرى على فكرة. الأولى في اللقاع الكبرى أمل، أمل عمران. طيب نرى في الزوم، دقيقة أنظر في الزوم. لا لا، أحسنت يا أما، نعم صح يا أما، إجابتك صحيحة. إذن وهناك مثلا كلمة أيضا ورائهم، وراء فعل، إهم فعل. شوفي سبحان الله، كلمة واحدة تحفظك الإيه؟ الصيغتين، ما شاء الله، ممتازات، أنا سعيد جدا جدا جدا. إذن مثلا كلمة مثل جهنم، جهن فعل لأنها أول الكلمة، نما فعل لأنها آخر الإيه؟ الكلمة، ما شاء الله ممتازات. طيب سنعرض الآن الحل النموذجي للواجب، وسنضعه أيضا في المجموعة لكي تعرف كل واحدة خطأها إن كان عندها خطأ. هذا هو هذا الجدول الذي أمامكم، هو ما سنقوم بحل الواجب فيه بعد ذلك بهذه الطريقة. هذا الجدول الذي أمامكم هو الذي سنقوم بحل الواجب. أولا العمود الأول الكلمة، العمود الثاني التتابع اللي هو حركة حركة سكون في هذه القاعدة، الموضع إذا كان لفعل إما أن يكون آخر الكلمة أو تكونت منها الكلمة، وإذا كان لفعل فهو إما أن يكون أول الكلمة أو وسط الكلمة أو وجود ساكنين أو إيه اشتراك حرف معنى. طب الصيغة، تكتبين فعل أو فعل حرف الكلمة، لأننا في هذا الواجب سنجيب عن الصيغتين. طيب والحرف المنبور، نضع الحرف يعني مثلا خلق الخاء وهكذا. نحن بالنسبة للواجبات إن شاء الله بنضع موعدا، هذا الموعد نلتزم به لكي نستطيع أن نقوم بتصحيح الواجب، لابد أن يعني يعيننا من معنا، صح؟ طيب وهذه الصورة بإيه؟ بمواضع النبر فيها، مواضع النبر فيها، أظهر الشريحة يا دكتورة، أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله الدكتورة سعاد والدكتورة انتصار ومن تنقل إلى الزوم الآخر، بارك الله في الجميع، ربنا يبارك في كل، تقريبا سندا والله أعلم يعني، وأحسن إليكن جميعا. طيب طيب ننتقل إلى الواجب الثاني، ما هو الواجب الثاني؟ طويل إلى حد ما، لماذا؟ الواجب يرسل على المنتدى يا أم خالد، ستضع لكن الرابط في قاعة الزوم في كل القاعات إن شاء الله، ستضعه الآن. وطبعا حل الواجب هذا مهم لسبب، أنا سأقول لكن طبعا من ستجاز بأنها مدربة لابد أن تكون مرت بكل الخطوات. نعم سنعذر من لم يسعفها الحظ لإجابة الواجب مرة واحدة مثلا، لكن أكثر من ذلك سنعلمها النبر، لكن لن تكون من المجتازات لكل إيه؟ لكل شيء، يعني نحن نضع درجات، درجات على الواجب وكل شيء نضع له درجات. إذن الواجب هو صورة البلد، سنحدد فيها مواضع فعل ومواضع فعل بناء على هذا الجدول الذي وضعناه. يعني مثلا أضرب لكن مثالا، يعني يلا مساعدة، أقسم، سنكتب كلمة أقسم في أول عمود، العمود الثاني حركة حركة سكون، في كل العمود الثاني دائما حركة حركة سكون أو حركة حركة أو حركة حركة ساكنين. طيب العمود الثاني الثالث سنكتب آخر، العمود الرابع سنكتب فعل، العمود الخامس سنكتب سين، وهكذا. خلاص، وطبعا نلون الحرف المنبور كما تعودنا، هذه هي الإجابة الإيه؟ النموذجية، وهكذا. طيب الآن سنعلن عن أسماء الفائزات في الواجب الأول، الحاصلات على المركز الأول والحاصلات على المركز الإيه؟ الثاني. الحاصلات على المركز الأول، وأنا يعني باسمي وباسم الأكاديمية وباسم جميع المدربات
نشكرهن شكرا جزيلا ونتمنى لهن التوفيق والسداد، ونقول هذه البذرة الأولى للنبتة الكبيرة التي ستسمى مدربة إن شاء الله. كل هذه الأسماء التي أمامنا حصلت على المركز الأول، أسماء وأم عهد، أم هيثم، أم عبد الرحيم، فاتن، دلال، أم لميس، أم صهيب، أم إسحاق، ميرفت، حفيظة، أم سارة، نجمة، أم خالد، مليكة، نادية، زهرة، منية، رجية، فاطمة، ليديا، سعاد، أم القاسم، أم رجائي، أم ياسر، محبة، روضة، حياة، أم كريم، أم أمل. هؤلاء حصلنا على المركز الأول، يعني لا يوجد ولا خطأ عندهن. هناك من حصلنا على المركز الثاني، عندهن خطأ واحد، لكن بعد ذلك التي لا تجد اسمها في هذه القائمة أو تلك فعندها أكثر من خطأ، تراجع النموذج تعرف خطأها. من التي حصلت على المرتبة الثانية وإن شاء الله المرة القادمة تكون في الأولى؟ هدى، أم شيماء، أم أحمد، أم الرميصاء، شيماء، منية، منى إبراهيم، أم حفصة، أماني قنديل، فاطمة خالد، هبة، هدى، مليكة، مديحة، عزة، زينب، أماني، أم منال، نجلاء، كردستانية، شيماء، حفصة، هيفاء، محبة القرآن، أحلام، أمينة. هؤلاء من حصلنا على المركز الثاني، نبارك لهن هذا التفوق ونضع للجميع نجوم. طيب، هناك سؤالان قد يتبادر إلى ذهن بعض الأخوات، وأنا أعلم النفسية، هل من أخطأت في هذا الواجب ولم تحصل على الدرجة النهائية أو أخطأت خطأ واحدا معناها أنها إذن التي يعني أخطأت لا عليها، المهم أنها قامت بحل الواجب، يعني الحمد لله نحن لسنا جزارين، نحن نرفق بكن، نعلم أن كن هذه أول تجربة لكن، وبفضل الله استطاع أكثركن أن يتقن هذا الموضوع. مع الوقت التي لم تتقن ستتقن إن شاء الله. نحن بإذن الله الواجبات من أول واجب إلى آخر واجب، يعني كل من قامت بحل الواجب إن شاء الله لها إيه؟ متاح لها أن تصبح في يوم من الأيام إن شاء الله مدربة في هذا في النبر بإذن الله، سواء كانت الإجابة نموذجية أم لا. لكن طبعا التي تجيب إجابة نموذجية والتي وأنا لن أخفي عليكن سرا، نحن لدينا قوائم بكل الأسماء في كل الحلقات وبالمتميزات أيضا، لكي تعلمي أنك وأنت تقرأين أن اسمك سينقل من القاعة إلى مجموعة معينة نعرف من خلاله أن هذه مميزة في أدائها وفي تحليلها لمواضع النبر وفي التطبيق وفي السلوك. والسلوك قبل كل شيء على فكرة، السلوك والله لو كنت يعني أفضل مني في النبر ولكنك تغضبين المدربات فنحن نعلمك ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص اتفقنا على ذلك. إذا كان هناك سؤال حول مواضع فعل أو فعل أنا أجيب عنه الآن. هل هناك من أسئلة؟ طيب الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.